بسم الله الرحمن الرحيم. أنت إيه رأيك في موضوع حبس الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية؟ هل أنت مع أو ضد؟ طب ما تيجي نشوف الأنظمة العالمية بتتعامل إزاي مع أخطاء الأطباء. في نظام، هما نظامين على مستوى العالم. النظام المستحدث بيسموه نظام اللا خطأ أو النون إيرور سيستم. نظام اللا خطأ ده بيقول لك، هو ده طبعا بيطبق في الدول اللي هي عندها ضمان اجتماعي عالي جدا، معظمها الدول الاسكندنافيه، السويد، فنلندا، النرويج، نيوزيلندا. بيقول لك انا هيفرق معايا ايه ان انا ادور على مدى اهمال الطبيب، انا لازم ادور على احتياجات المريض ايه بعد العمليه الجراحيه او بعد العلاج الطبي. وبالتالي انا مش هيفرق معايا ان انا اثبت حالة الخطأ الطبي قد ما لازم أدور على احتياجات المريض، وبالتالي إيه هو اللي ممكن أقدمه للمريض نتيجة هذا التعامل الطبي. مميزات النظام اللا خطأ ده إن المريض بيحصل على تعويض مناسب جدا نتيجة فشل العلاج الطبي. يعني مثلا حصل فشل علاج طبي أو فشل علاج راح يفضل يتعالج على حساب الدولة بالكامل، ودون ما مش هيتحمل أي أعباء مالية، وإذا حصل له عاهة هياخد معاش كامل في حالة العجز أو نسبة في حالة العاهة الجزئية، وإذا توفى الورثة هيحصلوا على معاش في حالة الوفاة. يبقى اذا دي مميزات النظام اللا خطأ الاساسيه. وبعد كده في بيقول لك ان احنا مصاريف التقاضي، اللي احنا بدل ما نروح محكمه ونضيع وقتنا والمحكمه تبقى مكدسه بالقضايا، احنا بنقلل مصاريف التقاضي. تاني حاجه ان احنا بنمنع، او تالت حاجه بنمنع التوتر الواقع على الاطباء من الخوف من الوقوع في الاخطاء الطبيه، لانه بيقول لك الايدي المرتعشه لا تنتج. وبالتالي الاطباء لو خافت من ان كل عمليه جراحيه او كل علاج طبي يترتب عنه خطا طبي او مضاعفات للمريض هيبقى مسؤول الدكتور، يبقى هنا يقول لك مش هيشتغل وهيخاف يشتغل، والايدي المرتعشه هتغلط. برضه من مميزات النظام اللا خطا هو سهوله اظهار الاخطاء الطبيه وسهوله اعتراف الاطباء باخطائهم. ده يؤدي لدفع عجلة الطب للأمام، لأن الدكتور هنا عارف إن هو مش هيتحاسب جنائيا، وبالتالي والله أنا غلطت في الحتة الفلانية، يبقى إذن يبقى هيعترف بسهولة جدا، لأن هو في النهاية هي تعويض مادي في النهاية، وهو أساسا بيبقى في النظام ده متأمن عليه، والتأمين بيدفع معظم الأعباء اللي تترتب عن هذا الخطأ. لكن يعيب نظام اللا خطأ، خلينا نعترف إن كل مهنة بقى فيها نسبة قليلة جدا من بعض الأشخاص المستهترين. فنظام اللا خطأ ده هيخلي الأطباء، النسبة القليلة جدا من الأطباء المستهترين، مش هيخافوا من الوقوع في خطأ طبي، لأنه في النهاية هو مش هيتحبس، لأنه مفيش محاسبة جنائية على الأخطاء وكلها هتبقى تعويضات مدنية. إنما نظام الخطأ، يبقى النظام الثاني بيسموه الايرور سيستم أو نظام الخطأ، واللي هو حاليا موجود في مصر وهو موجود في دول كثيره من دول العالم، ده بيقول لك ايه؟ احنا بندرس القضيه، اذا ثبت خطا الطبيب هيعاقب بالحبس او الغرامه او الاثنين مع بعض اذا كان امام القضاء الجنائي، او يعاقب بدفع تعويض مدني اذا كان امام محاكم مدنيه. هذا النظام يعيبه اشياء كثيره. اول حاجه البطء الشديد في التقاضي، لأنه أنا عايز أثبت خطأ الطبيب، وبالتالي أنا بضطر أن أنا أعرض الحالة على الطب الشرعي، والطب والنيابة العامة هتحل الحالة للطب الشرعي، والطب الشرعي هيبتدي يدرس الحالة ويرجع للاستشاريين، فبتاخد وقت كبير. ثاني حاجة من عيوب نظام الخطأ أنه هو نظام مكلف قضائياً. ثالث حاجة إنه الأطباء هتبتعد عن التعامل عن الحالات المتأخرة، يعني المريض اللي بيعاني من حالة متقدمة، حالة مرضية متقدمة يعني متأخرة، اللي هي يعني حالته
حالة جديدة جدا، فهيبتدي يبتعد عن التعامل معاها خوفا من الحبس، وبالتالي الناس دي مش هنلاقي حد يعالجها. ورابع حاجة انه هنلاقي ان الاطباء هتمارس حاجة بنسميه الطب الدفاعي. يعني ايه الطب الدفاعي؟ يعني يعمل فحوص واشعاعات عديدة جدا للمريض، سواء المريض بيحتاجها او ما بيحتاجهاش، عشان عايز يوفق الحالة المرضية اللي بيعاني منها المريض للدفاع عن نفسه في حالة التقاضي. ده يمثل عبء مالي كبير جدا على المريض وعلى الدولة. طب ايه رأيك نشوف كيف يتم التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية في مصر في الوضع الحالي؟ في الوضع الحالي القانون المصري يعطي المتضرر في قضايا المسؤولية الطبية الحق في رفع دعواه مدنيا أمام المحاكم المدنية بلجوء المحكمة المدنية، أو جنائيا إنه يتقدم ببلاغ للنيابة العامة اللي هي تتخذ إجراءاتها وتحيل القضية للطب الشرعي، والطب الشرعي يقرر إذا كان في خطأ أو ما فيش خطأ، وبناء عليه النيابة هتحيل القضية للمحكمة ولا هتحفظها. حق رفع الدعوى المدنية أو تحريك الإجراءات الجنائية في قضايا المسؤولية الطبية بيقتصر على مين؟ بلاغ من المتضرر أو من الورثة بتوعه، أو من خلال تحريك الدعوة الجنائية من قبل النيابة العامة بدون بلاغ. النيابة العامة حالة بتتعامل معاها، شخص توفى داخل مستشفى، النيابة العامة حركت الدعوة الجنائية دون بلاغ من الإيه؟ من المتضرر أو من ورثته. طيب لو الدعوة رفعت جنائيا من البداية، رفع الدعوة أمام المحكمة الجنائية، يعني مشينا بلاغ للنيابة والنيابة للطب الشرعي من الطب الشرعي للمحكمة، إذا وصلت للمحكمة الجنائية هذا يتيح للمضرور رفع دعواه مرة تانية، ممكن يسيب القضاء الجنائي ويروح على القضاء المدني يرفع دعوة مدنية، أو يطالب بالتعويض المدني بعد إدانة الطبيب الجنائي، وهذه الدعوة الجنائية تسقط بالتقادم بمرور 10 سنوات من تاريخ علم المضرور بالخطأ الطبي، مش من تاريخ العملية، من تاريخ علمه بالخطأ الطبي. طيب لو لجأ المضرور لرفع دعواه أمام المحكمة المدنية، ده لا يتيح له انه يسيب المحكمه المدنيه ويرجع يرفع دعوه جنائيه، يبقى هو اختار من البدايه ان هو عايز تعويض، وبالتالي لا يمكن ان هو يسيب الدعوه المدنيه ويخش على المحكمه الجنائيه الا اذا حركت النيابه العامه الدعوه الجنائيه. في الحاله دي يحق ليه ترك الدعوه المدنيه ويروح يمشي في نفس سكه النيابه العامه في الدعوه الجنائيه. وفقا للقانون المصري الطبيب بيحاسب في موضوع عن وفاة المريض وفقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات، اللي هي بتقول ايه؟ من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال، ودي صور الخطأ اللي هنتكلم عليها لاحقا، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين، دي الصور اللي هنتكلم عليها لاحقا، يعاقب بإيه بقى؟ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعني هي في الآخر هي جنحة، يبقى هنا الطبيب هيحاسب أمام محكمة الجنح عن وفاة المريض في الخطأ الطبي. يبقى الحبسة دي مدة لا تقل عن 6 أشهر، يبقى لغاية 3 سنين، من 6 أشهر ل3 سنين، وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو الاتنين مع بعض، الغرامة والحبس. لكن عقوبة الحبس دي هتزيد وتصل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنين، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو واحدة من الاتنين دول، هو الحبس أو الغرامة، إذا كان هناك إخلال جسيم من الجاني، سواء كان بقى طبيب أي حد من الهيئة الطبية. إخلال جسيم بما إيه؟ بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، ولسه هنتكلم بعد كده لاحقاً يعني إيه الخطأ المهني الجسيم، أو كان متعاطي مسكر أو مخدر عند ارتكابه الخطأ اللي نتج عنه المضاعفات لهذا المرض.
والعقوبة دي ممكن تزيد في الدرجة الثالثة بتاعت المادة دي، بتقول إن ممكن تزيد العقوبة إن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص. هو الكلام ده وارد في الأخطاء الطبية؟ آه طبعا وارد. ممكن واحدة حامل في توأم والمريض الطبيب وهو بيتعامل مع الحالة أدى بيتعامل بطريقة خاطئة أدى لوفاة الأم ووفاة الاتنين أجنة، يبقى إذا أدى إلى وفاة 3 أشخاص، يبقى هنا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص. فدي أنا عايز أوصل معاك إنه الطبيب وفقا للقانون المصري من الممكن أن يحبس في الأخطاء الطبية. طيب يعني لو الطبيب أخطأ ولكن هذا الخطأ لم يؤدي إلى وفاة المريض ولكنه أدى إلى عاهة مستديمة، هنا وفقا لنص المادة 240 من قانون العقوبات العقوبة هتبقى السجن من 3 سنين ل5 سنين. يعني هنا تخيل أن العقوبة في حالة الخطأ الطبي اللي بيترتب عنه عاهة مستديمة العقوبة من 3 سنين ل5 سنين، لكن لو أدت للوفاة ممكن العقوبة تكون أقل من ذلك وفقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات. لو أنت سألتني عن رأيي الشخصي أيهم أفضل، نظام اللا خطأ أو نظام الخطأ، إحنا قلنا إنه ما ينفعش إن أنا أطبق واحد من الاثنين، لازم يبقى عندي خليط من الاثنين، لأنه هناك أخطاء يقع فيها الأطباء مش متصور إن هو بيضيع حياة إنسان، وإن أنا أقول لأ ما يتحبس، يعني واحد داخل يعمل يشيل كلية المريضة الكلية اليمين راح فتح وشال الكلية الشمال، يبقى إذن يعني خلاص ضيع حياة هذا الشخص. تعتقد إن هذا الشخص بهذا الاستهتار اللي هو هذا الطبيب بهذا الاستهتار اللي هو وهو داخل يتعامل مع كلية مريضة يخش يشيل الكلية السليمة، وبالتالي احنا كده كده خلاص اصبح الشخص كده، انت بتتعامل مع شخص ما عندوش كليتين شغالين، فانت ضيعت يعني حياة شخص وخليته اجبرته ان هو يعيش نمط مختلف من الحياة، يبقى اذا ما ينفعش. انا ضد الحبس الاحتياطي للاطباء، انا لست مع الحبس الاحتياطي للاطباء، وياريت الحبس الاحتياطي مع كل الناس إذا ثبت أن الشخص أخطأ أو كان في خطورة من هذا الشخص على المجتمع، في الحالة دي أحبسه، إنما قبل كده لازم أستنى لما أصل إلى إدانة ثابتة ضد هذا الشخص وابتدي إيه أحبسه، لأنه هو الطبيب معروف مكانه ومصدره مش هيهرب مني والكلام ده، والموضوع سهل جدا السيطرة عليه. يبقى إذن ما ينفعش ان احنا نقول على الاطلاق ان احنا عايزين عدم حبس الاطباء، وما ينفعش ان احنا نمشي على النظام الحالي اللي هو بيقتضي بحبس الاطباء عشان الاطباء ما تخافش من ممارسة المهنة بتاعتها. سعدت جدا بحضراتكم، ونلتقي دوما على كل خير في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.